بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة عاوزكم تصلوا على سيدنا محمد، واللي عاوز يغير خلفية الفيديو بدون ما يكون عنده او يحتاج لكرومة خضراء برنامج اسمه كاب كات. البرنامج ده يا جماعة بيغير خلفية الفيديو بدون كرومة خضراء للمونتاج. فتحنا البرنامج وبعد كده بتضغط على مشروع جديد، هنجيب الفيديو دوت وتدوس اضافة. ده الفيديو اللي هنغير الخلفية بتاعته، بندوس على تحرير وبعدين نسحب كده وندوس على ازالة الخلفية ونضغط كمان، هيظهر لك مفتاح كروما وازالة الخلفية. هنضغط على ازالة الخلفية، كده الخلفية بتبدأ تتشال زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي في الكومنتات. البرنامج ده يا جماعة بجد جميل جدا وهيعجبكم، فيه مميزات جميلة وتأثيرات حلوة وبدون علامة مائية. كده خلاص الخلفية اتشالت، تم ازالة الخلفية. هنرجع بالسهم ده لورا وندوس على هنضغط على اللوحة وبعدين نضغط على الخلفية. في خلفيات هنا في البرنامج، لو عاوز تختار اي خلفية انت عاوزها زي دي مثلا كده، لو عاوز تضيف خلفية من على الهاتف بتاعك او خلفية انت مصممها تضغط على دي. هندوس على دي مثلا كده، الخلفية زي ما انتوا شايفين اتغيرت. هنشغل الفيديو اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. عاوز تحفظ الفيديو هتضغط على السهم اللي فوق اللي جنب 720 جاري التصدير، كده الفيديو اتحفظ على عد. اتمنى الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناة وتشاروا الفيديو لحبايبكم. ادوس تمام.